بالنسبة لمنصات التواقيع، كان في طرح من قبل وزارة الإعلام السعودية للكتاب على أساس أنهم يقدموا طلبات التوقيع، وهذا الشيء مثل حلقة وصل ما بين القراء، جمهور القراء المتعطش للأدب سواء بجميع الأعمال الأدبية سواء روايات أو كتب شعر وخلافه من جهة، ومن جانب المؤلفين من جهة تانية، وهذا الشيء قرب المسافة بين القراء والكتاب.